الذي يحدث بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله اللبناني وبعض المناوشات وبعض الأشياء التي تم ذكرها من قبل حضرتك ليس لها علاقة بما يحدث في قطاع غزة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. بمعنى الذي يحدث في غزة نحن نعرفه من إبادة ومجازر وما شابه ذلك، ما هي إلا ضربات وقصف يعني بدائية أو بعض المناوشات بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله اللبناني. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الاحتلال الإسرائيلي الآن يستخدم أدوات الإعلام بطريقة جيدة جدا ويروج لبعض الأفكار سواء في الغرب وسواء في الدول العربية. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى، خرج علينا في اليومين السابقين أو الأيام السابقة بعض قادة الجيش من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقالوا بهذا النص: نحن مستعدون لفتح أكثر من جبهة سواء مع حزب الله اللبناني وسواء أيضا مع الجانب الإيراني، والجبهة الأولى والتي لها الغلبة في هذا التوقيت هي الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة في قطاع غزة. هذه نقطة لابد أن يعلم، ويعلم أيضا حزب الله اللبناني لا قدر الله إن حدث هذا السيناريو من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة الدول الغربية على رأسهم أمريكا والقضاء على حركة حماس بالكامل وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وهذا أيضا من ربع المستحيلات، ليس أمرا سهلا وليس أمرا يسيرا كما أتحدث، ولكن من ربع المستحيلات. ولكن إن حدث هذا السيناريو فالدور سوف يذهب أو يجئ على حزب الله اللبناني، وحزب الله اللبناني يعلم ذلك جيدا. ولكن كما ذكرت في بداية المدخلة الأولى بأنه يختار التوقيت المناسب، يختار الوقت المناسب حتى يتدخل في هذه الحرب حتى تكون حربا إقليميا، برغم أستاذي الكريم بأن كل المعطيات على أرض الواقع والدلالات تشير بأن منطقة الشرق الأوسط سوف تنذر بحرب شاملة وحرب إقليمية. برغم ذلك ليس من مصلحة أمريكا، ليس من مصلحة إسرائيل أن يفتحوا على نفسهم النار في منطقة الشرق الأوسط. لماذا؟ لأن أولا الولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم جون بايدن مقبل على انتخابات في العام المقبل. أما النقطة الأخرى التي أيضا متعلقة بأمريكا، لأن أمريكا لديها حرب كونية مع روسيا ومع الجانب الصيني، فهي لا تريد تفتح حدة جبهتها في منطقة الشرق الأوسط. ولكن طب السؤال هنا، ما يعني لماذا هذا الحشد الكبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا هذا الدعم اللامتناهي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم. لأن إسرائيل تعد الركيزة الأولى لدى الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذه العملية يعني تم إثارة القلق لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن أمنهم في منطقة الشرق الأوسط بدأ يتراجع وبدأ يتزحزح إلى الوراء، فلابد من التدخل. طيب. هذه تعليمات من قبل الإدارة الأمريكية.